حياكم الله من جديد. مرحبا يا بلال. مايكك يا بلال، الوضع مزري يا بلال. خل جابر يجي بعد. شغال والله. شغال اسلم. السلام عليكم. سلام. الله يصبحك بالخير يا سلام. بالنور يا مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك طول عمرك. أنا ما كنت مريض بس للعلم أنا ودي أتحدث عن موضوع المطبخ أبو علي. الآن لما صار طبعا احنا أصغر واحد من الموظفين في القرية نحترمه، احنا بالنهاية متسابقين ونحترم الإداريين وأي إنسان هذا نحترمه. الأخ أبو علي كل احترام والتقدير، لكن اللي صار على أخوياي يصير علي واللي يصير علي يصير على أخوياي. صح. ما استثنى أنا من الموضوع، يعني اليوم أخوي هزاع ما كان موجود وطبخ عبد الله جريغم لحاله وأتوقع إنه فاز. فحسب عبد الله جريغم وحسب الهزاع. ليش ما سووا قلعة وجابوا واحد ثاني؟ ما أعرف، هذا الله أعلم عند أبو علي. شكل من أشكال التناقض والحوسة والبربسة وكل شيء كل شيء. الله أعلم. يعني غاب المطبخ هذا ما في. عين الله، لكن اللي صار إحنا غاب ما غاب أنت بالنهاية في اللي حاسب. أنت موجودين وأبو كاتم موجود وأنا بالنسبة لي أنت ما ترضون قبل أنا ما أرضى على نفسي الظلم، أنت ما راح ترضون عليها. والله تحية إلى هذا الرجل الخلوق يا أخي، النموذج مثالي للمتسابق الجميل. ودي والله أنه يكون معنا. الله شهادتك وسام على صدري يا الله يرفع قدرك. طيب علي بلال بس الحمد لله على السلامة. بلال بتعلق شيء عن المطبخ غير المطبخ ولا بس المطبخ؟ لا بس الموضوع انه طيب. اذا غير القرار هو قال من هانو رايح، المفروض كان قبل ما يبدا الجوله باسبوع، يعني جوله أيوه. الاسبوع كامله خلاص بلش القرار. قلناها امس يا بلال. صبحك الله بخير. اسلم يا علي. صبحك الله بخير. الله يصبحك والحمد لله على السلامة على الرجوع الجميل. الله يسلمك. عاد المتسابق النموذجي. الله يطال عليك. والمتسابق الخلوق. هذا من لطفك. معجب جدا بشخصيتك، وعجبت اكثر انك عرفت واحد من اخوياي. عطل العنزي كانك تعرفه. عطل اي ما يحتاج. ونعم. سوي بعد راسي. جميل جدا يا بلال بحضورك. الله يطول عمرك. رائع. كاريزما. نجم قادم. اتمنى لك التوفيق. شاعر. تاج شاعر على راسي والله. الكلام الطيب. الله يوفقك يا حبيبي. شكرا لتقبلك وجات نظرك. رسالتك وصلت. واذا لو شفت كلام اليوم امس احنا تكلمنا عن الموضوع بشكل مطول. شفت. ودافعنا على الفكره وما زلنا ننتظر قرار في الموضوع. بيض الله وجهك. يعطيك العافيه. جزاك الله خير. تسمح لي مع بلال؟ لا تسمح لي بس.